من المخالفات الكبيرة التي قامت بها سلطة الانقلاب أعزائي المشاهدين الاعتقالات المستمرة للشباب المصري وللنساء ولبعض الأطفال. أحد الأطفال الذين اعتقلتهم السلطات المصرية كانت الطفلة فاطمة العطار التي رفعت شعار رابعة العدوية، فكان ذلك سبباً لأن يتم اعتقالها. الشابة المصرية فاطمة العطار هي طفلة عمرها 6 سنوات رفعت شعار رابعة العدوية فأدى ذلك إلى اعتقالها. فاطمة نتركها تروي تفاصيل هذا الاعتقال. دخلنا غلط فراح نزل السواق من على العربية، راح ضربه وخدوه وركبوه في عربية تانية والشرطة ساق بينا ودخلونا السجن بالاسم. الراجل نزلنا من العربية عشان احنا معانا شرط رابع. قلت لهم يسكت حكم العسكر، ايوه نهدف ضد العسكر. الضابط كان لما دخل كان بيضحك، انا ما خفتش اساسا. ليه كده؟ عشان انا مش بخاف من كل حته، غير بخاف من ربنا بس. يسكت حكم العسكر، ايوه نهدف ضد العسكر. اركب يا راي السيسي كحش كويس. رايحين مسيرة دلوقتي عادي بس احنا برضك هنروح وهنفضل نروح لغاية اما مرسي يركب. احنا بننزل المسيرة عايزينهم يضربونا، كده هنمشي هناك. انا مش خايفة من اي حاجة تحصل تاني. واحنا ماشيين لقينا كمين وقالين نخش يمين خش يمين، وما احنا دخلنا المين قام نزل صاحب العربية اللي هو اسمه اسلام، وبعد كده اللي نزلنا من العربية نزل اسلام ده من العربية ونزله وسحله ويعني. وبعد كده بقى قعدنا قبل المغرب كده بشوية، وبعد كده رحنا اسم التجمع الأول اللي هو في الرحاب، وبعد كده قعدنا بعد كده بعد المغرب بعد العشاء كده لحد الساعة 11 كده، وبعد كده رحنا على اسم التجمع الخامس، وبعد كده بقى قعدنا يوم هناك بقيت بقى اليوم، وبعد كده رحنا وبعد دخلونا أكل ودخلونا أكل عادي يعني. بس بقى وبعد كده روحنا النيابة. وقفونا عشان لقوا معانا صور رابعة، قعدوني في مكان شكله قبيح جدا وفي حمام مفتوح عليه من غير باب حتى، عشان نخش الحمام حتى يبقى يعني مسطور، لا مفيش باب. عرضنا أعزائي المشاهدين لشهادة بعض الأطفال المصريين عن تعامل السلطات الأمنية في مصر معهم. فاطمة العطار من الأطفال الصغار روت كيف تم معاملتها من قبل أحد الضباط المصريين عندما كانت تهتف دعما للشرعية.